1240 متراً فوق سطح البحر، ذلك هو ارتفاع جبل حفيد الذي يحتل المركز الأول من حيث الارتفاع في إمارة أبو ظبي، والمركز الثاني في الإمارات العربية المتحدة. رحلتنا في الصعود إلى قمة الجبل كانت جداً ممتعة، إذ كانت المناظر الطبيعية الخلابة تجعلنا نتوقف من حين إلى آخر لالتقاط الصور التذكارية، تزينها أحلى خلفية على امتداد 14 كيلومتراً. عند وصولنا إلى قمة الجبل استمتعنا برؤية مشاهد بديعة لمدينة العين وسط نسمات الهواء النقي بعيداً عن صخب الحياة وضغوطها. لا يخلو المكان من المرافق السياحية ومواقع تجمع العائلات المظللة، وكذلك نزل للاستراحة فيه مقاه وحديقة تطل على جزء من مدينة العين. بين لوحات الطبيعة الجميلة والهواء اللطيف انقضت رحلة نقية من كل شوائب الحياة، ما جعل الزائر عند نزوله يشعر وكأنه ولد من جديد.